المهم اللي كنطلبوا منهم ياري يلتزموا بداك البرنامج اللي دلاو به اللي عطاوه نيس قبل الحمله اللي كان في الحمله الانتخابيه ديالو. مزيان اه كان سجعوا نيس ماشي مشكل المراه تكون حتى هي تاخذ حقها في القرار. والمهم كنطلبوا من الله يوفقهم ونتمنوا نيت يكملوا ويمشيوا نيت الاخر. ودابا حيت شنقول لك حتى الوضع خصني حنا المغرب زماني مزيان فهمتي ولا اي وزير فشي قطاع يخدم منيت الاخر يخدم منيت المصلحه العامه. الراي ديالنا هو ان هنا كنبشروا بالخير زعما هاد حكومه جديده اللي هي حكومه زعما تقدميه اللي باغيه تبدل البلاد ماشي بحال الحكومه اللي سبق. واش غادي نقول لك؟ اطلبوا على الله يخدم معنا مزيان فهمتيني ويعاوننا كل المغرب فهمتيني مزيان. وهذا اللي كنتمناو فهمتيني. لا المراه عندها الحق، المراه اليوم عندها الحق فهمتيني، بحال عندها الحق بحال بحال الراجل يعني في المساواه بحال هذيك، الا في الورط ما عندها شي فهمتيني بحال، اما المساواه بحال بحال الراجل. شنقول لك؟ ومشى العثماني دابا جا اخ النوش. ما كنطلبوا والو الاخوه ديالي، كنطلبوا يعدلوا لنا دار الشباب ويعدلوا لنا شي حاجه نتلهوا فيها هيده بحال دار الشباب ملعب القربيده. واش اللي عنده شي هوايه يمشي يعدلها؟ المراه في الوزاره هو اصلا دابا ما عطاوهم حقوق المراه. دابا المراه اللي بغات تعمل واخا اي فهمتي عندها حقوق بزاف هاد المراه. المراه شنو عاملين لهم دابا؟ صافي دابا المراه رجعت كتعمل اي حاجه، مراه قاضيه، مراه محاميه، مراه كتسوق الطياره. المراه دابا رجعت عندها قيمه بزاف كثر من الدراري. اه حتى المراه تساهل، شحال ما عطيتي قيمه للمراه عطي قيمه للراجل عاوتاني، باش حتى المراه عاوتاني تخدم تشوف راسها، ما تبقاش غير مقشيه في الكوزينه كطيب تعمل الشغل يجي الراجل كيجيب راه واجده عاوتاني. حتى المراه خصها تبقاش راسها تمشي تخدم حتى هي عاوتاني وتجي للدار ويتعاونوا مع بعضياتهم. هادشي اللي كاين. الله وكنتمنى للحكومه والبرلمان يديروا لنا شي بديل ويديروا للدراري شي بديل، ما يخليهمش يهجروا على برا حيت هادي راه بلادنا، هذا هو المغرب الاخضر. وكنتمنوا تكون شي شفقه وشي رحمه، وهادشي اللي كنبغي نوصل لهم من مدينه طنجه. وحقديه بالنسبه للناس اللي كيقولوا بان راه مراه بان بلاصه ديالها هي كوزينه، هادي ما درا ما والو فهمتي. يعني المراه عندها واحد المكانه هي، المراه كيما كتقدر تسير الدار تسير كوزينه تسير داكشي اللي خاص بالاسره، وهذيك قادره تسير حكومه وقادره تسير دوله نيجا. حنا كنعرفوا بلايص اخرين كاين ناس حاكمه كتجبر المراه هي اللي حاكمه الدوله، ولا كاين بزاف. بالنسبه شحال نقول لك، سواء كان رجل ولا امراه خصنا شي واحد اللي كيخدم، لا يخدم بلاد لا يخدم ولاد بلاد كما كيقولوا يد في يد. ما خصوش يكون نفاق، وما خصوش يكون بنادم كيضرب على راسو مصلحه د راسو فهمتي، بالعكس نكونوا متضامنين والخدمه ديال الوطن وصافي. يعني خلقنا في هاد البلاد خصنا نشوفوها مزيانه، حيت راه حنا شحال نعيشوا مثلا 60 عام، ما خصنا نشوفوا شي حاجه تبدلات، شي حاجه المهم تفرحنا. ما نعيشوش حنا هكا دائما في كآبه، وكتشوف هي بنادم اللي مشير في الزنقه اللي ناعس في الزنقه. بالعكس خصنا نشوفوا داكشي، ما بقاش كتبغي تبكي فهمت. ما خصناش نضحكوا، شوفوا شي حاجه اللي عاد تفرح الناس. كتجبر الناس كبارين ماشيين في الزنقه كيعزي عليك فهمتي، ما عنده حتى شي واحد كذا شكون يوكل وشكون هذاك. هو امر ديالو بسيط، هو ما طالب والو فهمتي، طالب شي حاجه بسيطه غير فيه ينعس وشي نيجي حاجه ياكلها وصافي، هادشي اللي خصو فهمتي. ما شي حاجه بسيطه، ما طلبناش شي حاجه العلم فلك ولا عادي، داكشي عادي مسير خفيف كل واحد يعيش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.